اهلا بيكم حبايبي في فيديو النهاردة. فيديو النهاردة عن اطقم الحلل الجرانيت السيراميك التيتانيوم. هنتعرف النهاردة على مزايا التيتانيوم، وشايفين الحفر بقى، لان في حاجات تركي وفي حاجات مصري. على فكرة النهاردة الخصومات واصلة لغاية 50%، هنشوف خصومات 20% و30% وكمان 50%، وكمان على اللومينارك، منتجات لومينارك. على فكرة ممكن تاخدي اطقم او حلل فرداني زي ما احنا شايفين. يلا بسرعة ندخل على الفيديو. ندخل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي من عروس البحر الأبيض المتوسط من اسكندرية، جايين بعد العيد بقى نتفرج على العروض. الناس اهي في الشارع، فاحنا عايزين بقى نشوف الحركة ايه، والحد اللي عايز يشتري اللي ما لحقش، العروسة اللي بتجهز، زحمة رمضان ما خلتهاش تعرف تنزل تجيب، أو ست البيت. النهاردة احنا عند عمر أفندي، عمر أفندي، بس احنا النهاردة في فرع محطة الرمل، شارع سعد زغلول. ادي مارلين مونرو، ده مشهور جدا، وعندنا بنك اسكندرية. اول ما تنزلي من الترام او لو نزلتي من على البحر قولي، بس هو بيبان من على البحر كمان عمر افندي على فكرة. هندخل النهاردة نشوف عروض حلوة قوي، في حاجات عليها خصم 30%، في حاجات 50%، كل اللي هنتفرج عليه النهارده في خصومات متنوعه. بس خدوا بالكم كل يعني الطقم اللي عليه 50% وكل الحاجات دي. ندخل نتفرج على بركه الله. طبعا اخواتي حبايبي ما ينسوش يعملوا لي لايك واشتراك لو اول مره بتشوفيني. وندخل نشوف بقى عمر افندي والعروض اللي عنده النهارده. انا تعالوا نشوف اول حاجه هنبتدي بيها طقمة الصين. يعني قلنا كده ايه، نبتدي بالحاجه دي. اتفضلي يا جميل. عندك طقم صيني ده 60 قطعه، نزل عليه خصم، ده مستورد، تمام، نازل على خصم 50%، نازل من 7206 يعني 3000 وشويه. تمام. ندخل على في حاجه تاني. عندنا الشكل ده، ايوه الشكل ده. تمام. والشكل ده في منه الذهبي كمان، الناس اللي بتحب الذهبي اكتر. تمام. تمام. في بقى الطقومه دي، الحاجات دي نسيتها اوريكي. ده ايه ده؟ 1131. ده طقمه 10 ازاز كده، بس معاه كوبايات واطباق وسرفيز. تمام. وحلو جدا. بكام ده؟ ده عامل 1131 وعليه 50% برضه. تمام. يعني هيبقى في حدود 500 كده. تعالوا دلوقتي نتفرج على الاطقم اللي هي بتاعت الحلل بقى. عندك طقم زي ده كده عليه 20%. تمام. هو اصلا عامل 1961. هينزل 1618. ده عليه كام قلنا؟ 20%. ده اول كده حاجه، ادي 20% هو خصم. تمام. دول خمس حلل. هو بص هيبقى حرفيا بالظبط عامل 1568 بعد خصم. 1568 بعد الخصم يا حبايبي. تمام. في منه الوان ولا هو اللون ده بس؟ لا والله ده اخر لون، ده كله خلص. تمام. عندنا ايه تاني النهارده من عروض زي ده؟ حلل جرانيت بقى، طقم مصري بس تحفه. اللي هيسمع مصري ويقول لي ده وحش، لا ده تحفه بجد والله العظيم. تحفه وتقيل وخامته خرافه. وكل اللي استعمله بصراحه شكر فيه جدا. تمام. اربع حلل ده وجريل. تمام. ده عامل 1550 وبعد الخصم هيبقى عامل 1395. تمام. بصوا يا جماعه الحله بتاعته. تمام جدا. بصوا شكلها عامل ازاي. ايوه جميل قوي. ايه تاني بقى النهارده من العروض؟ عندنا برضو اللون ده هو الوحيد يا استاذه ولا ده ايه؟ ده عندك اللون ده، اللون الازرق والجراي والبيج. تمام. ثلاث الوان منه. وعندنا ده ده برضو جرانيت حلو جدا، ماتيريال ايطالي. تمام. تقفيل مصري، عامل من 1100 نازل ل 990. 990 1100 ل 990. حلو جدا. في برضو الوانه عشان برضو الناس تعرف. في الوانه جميل ولا هو الجري بس؟ ايوه ده والبينك وممكن الازرق او الازرق البني. تمام. لسه مش متاكده. عندنا ده سيراميك. ده نازل من 2510 ل 2008. ل 2008 من 2500. سيراميك تركي. هم كام؟ اربع حلل وطاسه وصينيه. تمام. نقول السعر تاني حبايبي، من 2510 ل 2008. حلو جدا. تمام. ده طقم بقى جرانيت. ده حلو. وريه لنا ده يا استاذه مريم. عليه 50%. ده بقى ايوه ندخل بقى كده على الكلام الكبير بقى. 50% ده حلو جدا برضه. شايفين شكله؟ بكام بقى ده 50% عليه خصم؟ 50% 50% خصم. ده عامل 1800 اصلا. 50% يعني قولي هيبقى 900 جنيه. 900 جنيه. بصوا بقى شكل الحله والايادي. اربع حلل. اربع حلل مقاسات مختلفه. طاسه. وصينيه، والقالب بتاع
والقالب بتاع اللي هو البريوش ده او الجيلي او شو انتوا بتعملوا بيه ايه بقى. بصوا حبايبي ده تحفه، بس الحلل بتاعته مش كبيره قوي تهي. بس دي ممكن يكون مقاسها كام يعني؟ بصي هي حلل 28 دي ولا 26؟ دي عندك 26. تمام، حلو قوي. وطاسه طبعا ده لون واحد برضو ولا كذا لون؟ عندك اللون ده وفي منه بقى لون تاني، بس يعني التاني اكبر. اكبر وبنفس السعر ولا السعر التاني هيبقى اغلى شويه؟ بس طبعا عليه 50%. تمام، بصوا ده كمان عليه 50%. ده بقى مليان حاجات كتيره جدا. ده حلو قوي برضو. ده طاسه وطاسه اللي هي ادي طاسه مقلايه بغطا، مقلايه بغطا بس ده بغطا واللي هي الصفايه بتاعه البطاطس ووك للقلي. أيوة. والغطا والصفايه حلو جدا. على مهر عندنا ده بتاع البيتزا، وده بتاع البيتزا ومعايا برضو بتاع البريوش وطاسه صغيره وصينيه والطاجن اللي هو المستطيل وطبعا لبانه كمان واربع حلل. والاربع حلل حلو. ده بقى بكام وكان بكام وبقى بكام؟ ده نازل من 2100 ل 1500 اهو يا حبايبي، برضو عشان الناس اللي بتقولي على الاسعار الاصل، لان والله انا بنساها. من 2100 ل 1050 نازل 50%. الطقم التحفه ده، ده جرانيت مصري ده ولا؟ ده جرانيت مصري. ده جرانيت مصري. تمام، ايه تاني النهارده في العروض ده عند عمر افندي نقول عليها للناس عشان برضو الناس تستفيد من العروض ده دي؟ ده نفس الطقم اللي احنا شفناه من شويه اللي هو ب 1510 نازل 2008. ده لون تاني منه. يعني ده عليه خصم حوالي قد ايه ده؟ حوالي 20. يعني ده 20%. خلي بالكم برده عشان لما تيجوا تبقوا متاكدين من حكايه الخصومات دي يا جماعه. بقى القنبله. قول بقى دلوقتي على الطقم الايه؟ التيتانيوم. والقنبله بقى ليه بقى؟ التيتانيوم بصي اولا عليه خصم 30%. ده عليه كده خصم 30%. تمام. تركي بالحفره اهو عشان ما حدش يقول لي الحروف محفوره. وهي مكتوبه ميدن تركي. ده تحفه جدا. ده نازل من 4715 ل 3300 جنيه. سمعتوا الرقم تاني ممكن يا استاذه مريم تقول لنا تاني؟ من 4700 ل 3300. حلو جدا. بصوا بقى عباره عن ايه بقى؟ طبعا انت قولي لنا بقى المميزات بتاعه التيتانيوم. مميزات التيتانيوم بصي ما بيلزقش. ايوه. تقيل جدا. وخامته نظيفه. حلو. الطقم بتاعه بيبقى غنيك ان انت تجيبي اي طقم تاني. يعني الطقم ده كانه تيفال وكانه جرانيت كله. كل حاجه ده اعلى من اي حاجه وصحي جدا. اعلى حاجه دي موجوده وصحي. حلو جدا. تمام. اربع حلل وجريل وصينيه ولبانه وفي منه 13 قطعه. الكبير بقى الاكبر منه. ده عامل 5000 وبينزل ل 3500. تمام، حلو جدا. ايه تاني بقى عندنا النهارده؟ ده برده طقم سيراميك زي اللي احنا شفناه الاول. بس ده نازل من 1380 ل 1666 عشان ده احفظ الاسعار. الصينيه ما فيش الصينيه هنا، في صينيه وهنا لا. تمام، هو في طاسه بس. ده طقم تيفال تركي برضو. ده تيفال اهو عليه 30%، نازل من 2882 ل 2017. بصوا بقى ده برضو اللي هو التيفال، الناس اللي بتحب التيفال. كام حله هو؟ اربعه. عامل ازاي؟ حاجه فخمه بجد، حاجه حلوه جدا. الالوان بالنسبه للالوان بقى ده اخر واحد، لان انا ده كان جاي لي منه يعني كتير. لو الناس جت ممكن نطلب منه تاني. تمام. بس هو حاليا والله كان لسه جاي لي وخلص. طبعا ما عشان بصراحه حلو جدا. عباره عن ايه ده؟ صينيه وطاسه واربع حلل. حلو جدا. بس طبعا اربع حلل شكلها حلو جدا. بصوا شكلها عامل ازاي، مضلع كده، عامله كده شكلها حلو. عامله منظر. عامله منظر. ايه تاني عندنا بقى النهارده؟ عندنا ايه ولسه في خصم ال 50%؟ ايه بقى تاني؟ بصي عندنا هنا الكوبايات دي، كوبايات لولومارك دي. لولومارك يا جماعه، بصي لولومارك اهي. بصي واللي فيه منها الوان. عندك ده الاحمر وعندك ده الكشمير. الكشمير فيه تركواز وفيه الجراي وفي منهم الكبار. حلو. دي الطويله بقى. دي الطويله، دي بتاعت العصير والميه والحاجات دي. حلوه جدا، عليها 50% برضو. يعني ده مثلا كان ب 141 بقى هيبقى عامل 52. ده هيبقى عامل 52 بس حبايبي. ده كام كوبايه؟ ثلاثه. ده ثلاث كوبايات الكبير ده بتاع الميه. طبعا كله عارف المنارك ده طب يعني. وايه تاني؟ وعندنا الصغيره دي، والصغيره برده هتبقى عامله 52 برده. 52 ثلاث كوبايات. انا استني افرجك بس على شكلها عشان يبقى شكلها تحفه بجد. خلي بالك بس، بصوا شكلها ده، شكلها يا جماعه. تمام، يعني شكلها تحفه جدا، تجنن يعني. طبعا ده من ضمن الحاجات، وفي كمان حاجات تانية عليها 50%. لسه ما شافوش مفاجئات. لسه النهارده. ايه بقى النهارده؟ بصوا بقى الشيء.
بص الشياكه بقى، تومه قهوه. انا بقول لكم عمر افندي في ثوبه الجديد. اه طبعا. دي ده لسه ما يجوا هيبقى في حاجات كتير جديده بقى ان شاء الله. بكام يا جميل ده؟ ده بصي ده عامل 627. ايوه هيبقى عامل 300 وشويه. 300 وشويه ده 6 فناجيل و6 اطباق. ادي الاشكال بقى الشكل ده كمان. بصوا كف ده، الكف ده في ناس بتحب الاستايلات دي جدا جدا. اه لو هو ستايله حلو على فكره يعني. اه عليه خمسه خميسه وكده بس ماشي ستايل يعني. اه حلو. اه حلو جدا. ده جميل قوي. وبصوا في تايجر كمان. ده زي الابيض بس ده الاسود للناس اللي بتحب بتاعه. الحاجات السودا دي. اه حلو قوي برده. جميل جدا برده. صح شيك صح. في بقى حاجه دي عليها ايه؟ سمكه دي ولا ايه؟ اه بصوا ده جمال جميل. بصي بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله. ده ستايله شويه مختلف. اه حلو. كلهم بنفس السعر ونفس الخصم؟ إيه مش كلهم بنفس السعر، في حاجات اقل. اه بس كله 50%. كلهم 50%. حلو قوي. تعالوا بقى نتفرج على الكوبايات الجامده دي الملونه دي. اوعيتني مش على مسكين. اشتري قطعه واحصل على الاخرى مجانا بالظبط. هو 50% يعني بدل ما انت. اه بصوا يا جماعه الطقم ده كله، كل كوبايه لون، كل كوبايه لون يعني. في الموف زي ما هي. اه ازرق لبني. اه تمام. احمر. احمر حلو جدا. الاصفر تمام. الاخضر. بصوا الوان جميله. دي بكام بقى؟ واخر حاجه ايه بقى؟ ده دي عامله 264. ايوه العسلي. اه دي عامله 264 وعليها 50% برضه. تمام. طبعا كلها حاجات لومينارك اللي احنا ايه بالزبط. عارفينها. تمام. في حاجه زي كده شكل، شكل تاني كمان منهم كله بقى ملون يعني. أوه. كله كده. لا ده مط بقى التاني. أوه. كان بيلمع. ده مط حلو قوي. ده بصي شكله عامل ازاي. بصي التحفه دي، تحفه. الناس اللي بتحب الحاجات الساده او الهاديه ما بتحبش حاجه تبرق قوي، الحاجات دي هتبقى معاها جميله جدا. حلو. في حاجه كده. جميل. الاخضر جميل. فسفوري جميل. طبعا الحاجات دي بتشد الاطفال جدا كمان. الاورنج واللون ده بقى بينك. تمام. ده سعره اصلا 413. اه هينزل 50% يبقى عامل 205 ولا حاجه. تعالوا بقى نختم الفيديو بتاعنا بالحلل دي ونعرف اسعارها ونعرف الدنيا ايه بقى بالظبط. دي حلل تركي سيراميك. أوه. فرداني. فرداني. اه في سيراميك وفي جرانيت. تمام. بس دي الحوامل حواهيش بقى لان دي انا كان جاي لي بجد والله العظيم دي اللي فضلوا منها فعلا. اه تمام. عليهم 30% عشان اخر شويه عاملين عليهم 30%. حلو. يعني زي مثلا المقاس ده كده لازم من 545 هيبقى عامل 382. 382 تمام. المقاس اللي هو ده. اه تمام. في الكبير شويه ده ال 600 ده هيبقى من 644 يعني هيبقى نازل 401. حلو قوي. دي برده حاجات. وبرده اللي هو والجرانيت عندنا هنا برده عاملين عليها 20%. اه 20% طبعا. بصوا في حاجات كتيرة جدا والوان. كل دي فرداني. كل ده فرداني. ده بقى جرانيت بس ده جرانيت مصري بتاع نوفيل. نوفيل تمام. حاجات نوفيل كويسة برضو. انا كده عملت لكم جولة سريعة في عمر افندي في ثوبه الجديد محطة الرمل. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. ونشكر طبعا استاذة مريم اللي جت معانا وتعبت معانا. ربنا يخليكي. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.